خلالك، وادعي لنا كده وادعي كل المشاهدين، ونشوفكم بكره على خير ونؤمن وراء فضيله الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الصيام. اللهم انظر إلينا الآن في بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا الآن بعين رحمتك. اللهم ارحم جميع المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم اجعل بيوتنا محط رحمتك يا رب العالمين. اللهم اصلح بين أزواج المسلمين. ربنا جئناك ضعفاء فقونا، مهمومين ففرج همنا، تائبين بين يديك فتب علينا. طرقنا بابك يا ربنا فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، واقبلنا واقبل جميع المسلمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا فيها من رفقاء حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم استجب دعانا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. سبحانك أنت ولينا، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله على الحبيب البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.